هذا علاج طيب مبارك لكل من يعاني من مصيبة سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام عند الغضب، هذه الرزية والبلية العظمى التي يعاني منها الكثير في هذا الزمان. وقبل العلاج أقول، هل تعلم أن هناك شيطانا خبيثا يسكن في بدنك؟ هو الذي يجعلك تغضب هذا الغضب الشديد ويصرعك صرعا جزئيا ويدفعك دفعا نحو سب الله تعالى. هذا الشيطان الخبيث له علاج، وهذه المصيبة لها علاج، سأخبرك بها الآن، إذا طبقتها بإذن الله تعالى ستتخلص من شيطانك ومن هذه الآفة. المسألة الأولى، برنامج للسمعيات، تستمع في كل يوم، تستمع كل يوم لما يلي: أولا لآية الكرسي مكررة لمدة نصف ساعة، آية الكرسي مكررة لمدة نصف ساعة. المسألة الثانية، سورة الكافرون مكررة لمدة نصف ساعة. المسألة الثالثة، سورة الإخلاص مكررة لمدة نصف ساعة، سورة الإخلاص، سورة الكافرون، وآية الكرسي، بالإضافة إلى هذا نصف ساعة نصف ساعة بسماعات الأذن في أوقات متفرقة، في أوقات متفرقة. الأمران الأخيران اللذان يجب عليك أن تفعلهما هما ذكران تلتزم فيهما التزاما عميقا. الذكر الأول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والذكر الثاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا طبقت هذه الأمور ستتخلص من هذه المصيبة التي قد تلقي فيك إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. وكما قيل، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه.